50 شخصا تقريبا أقاموا أول مسيرة لمثلي الجنس في كييف، مخالفين بذلك المحكمة الإدارية للعاصمة الأوكرانية التي منعتهم من القيام بهذه المسيرة تجنبا للعنف، والتي تزامنت مع العيد الوطني للمدينة. ولهذه المناسبة كان نائب رئيس بلدية ميونخ حاضرا، فالمدينتان أقامتا اتفاقية توأمة فيما بينهما. حين ننظم مسيرة في ميونخ يكون ذلك حدثا سارا، الجميع يشارك فيها ولا نحتاج للشرطة. هنا الوضع مختلف، رجال الشرطة موجودون بكثرة والمحتجون يتصرفون بعنف. مسيرة المساواة هذا تطالب بقانون مكافحة التمييز ضد مثليي الجنس بعد أن أجله البرلمان إلى أجل غير مسمى، لكن بعض المناهضين لهم لم يتوانوا عن محاولة الهجوم عليهم، لكن رجال الشرطة المنتشرين بكثرة حالوا دون ذلك. يطالبون ببعض الحقوق الخاصة بهم، نقول لهم إن أردتم أن تكونوا منحرفين فافعلوا ذلك بصمت في منازلكم، فما هي المشكلة؟ هذا وقد أقيم تجمع مناهض لهذه المسيرة للدفاع عن قيم العائلة ورفض التسويق لهذه الفكرة كما قال منظموها.